عملنا الارجنتال لسه ما بقاش جاتوه، عملنا ورق الجابونيه بتاعنا وحطيناه عندنا في الفرن على درجه حراره 180 درجه مئويه لمده من 25 ل 30 دقيقه، وهننزل مقاديره تاني علشان لو حد لسه جاي بيحضر عندنا ولسه حاضر عندنا دلوقتي نشوف مقاديره تاني. عباره عن اربعه بياض بيضه مع رشه ملح صغيره جدا، ونحط عندنا ربع كيلو سكر على ثلاث مراحل لغايه لما يبقى عندي مارينج. بعد واحط طبعا مع الفانيليا، بعد كده بجيب عندي الربع كيلو من اللوز المطحون خالص، قشرناه وبعدين فصصناه نشفناه طحناه نخناه حطينا عليه بالظبط ثلاث معالق من النشا، قلبناهم مع بعض، بعد كده حطيناه على المارينج على مراحل وقلبنا من فوق لتحت ومن غير ما نطلع بتاع الاسباتول بتاعنا او المعلقه، بعد كده حطيناه عندنا على ورق سيليكون او ورق زبده خلال الفرن عندنا على 180 درجه مئويه بياخد معاه من 25 ل 30 دقيقه. بعد ما طلع عندي بيبقى شكله عامل كده اهو، بجيب احط عندي بين ورقات زبده كده ورش عليه شويه نشا اهو. شوف يا جماعه الحكيم قرمش معايا وزي الفل اهو، طعمه كمان طعمه تحفه من الحاجات الجميله جدا جدا. ماشي قبل ما احشيه، لا طبعا مش لوحدي طبعا. بص يا جماعه قبل ما احشيه حاجه على المربى، مربى التين عشان تاخد وقت شويه. الكيلو ونص تين بياخدوا معايا كيلو ونص سكر، الكيلو ونص تين بياخدوا معايا كيلو ونص سكر. هنعمل ايه؟ بعدين بتقول لو انا عندي واحد ونص كيلو تين واحد معايا كيلو سكر، واحد ونص كيلو تين كيلو سكر كوباية مية، بنحطهم على النار بنربطهم بعد كده بإيه؟ معلقة بكتين، ولو مفيش عندك بكتين مفيش مشكلة خالص هتسيبها على النار لغاية لما تتقل معاك شوية ماشي. وعندي بعد كده نص كوباية سكر ونص كوب سكر وعندي كوباية مية. ليه بحط نص كوباية سكر مع معلقه البكتين ليه؟ عشان لو حطيت البكتين على طول على النار على الحاجه هيكلكع معايا، وانا مش عايز يبقى كده. فلو في بكتين ماشي، مفيش بكتين هنعمله من غير بكتين خالص. ايه رايكم نعمله من غير بكتين؟ عشان عارف كويس جدا ان معظمكم ما عندوش بكتين خالص. اهم حاجه عندي ربع معلقه ملح ليمون، ربع معلقه ملح ليمون، معلقه صغيره ملح ليمون، بنحطها في شط ميه عشان ما يسدش معايا التين بتاعي. ربع والله صلحتها معاه تمام، ربع خلاص كده. عندي هنا بناخد كده ادي الميه على النار اهي ده حوالي عن كوبايه ميه تقريبا او ثلاث اربع كوبايات ميه، بناخد عندنا التين ونبدا نقطعه كده معانا رصاص اهو، نسيبه على النار كده عندنا كده لغايه لما احس ان التين حواليك شكله عامل ازاي. الكلام ده هيكون بعد بالظبط ماشي اهو، بنحط عندنا التين كده نقطعه اهو بالشكل ده لغايه لما يبقى التين عندي، هنوري لكم شكله عامل ازاي بالظبط، بياخد معايا في حدود تقريبا نص ساعه ماشي اه. حلو الكلام كده، لو باخد معايا في حدود كيلو ونص تين ماشي، والتين دلوقتي موجود ومش غاليه ومش غالي. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. اهلا بك يا حشيش. اتفضل يا حبيبي اتفضل. كنت عايز اسال على الشيش طاووق، رز الشيش طاووق. الرز بالشيش طاووق؟ انا يا حبيبي، حاجه ثانيه؟ بنشكرك جدا يا محمد. زي ما انتم شايفين كده يبقى الشيش طاووق عندنا. هنا بنحط الكلام ده عندنا ونقلب فيه. يفضل المربى يا جماعه، يفضل المربى ان انا اغطيها. ليه اغطيها؟ عشان خلي بالكم في حاجه اسمها اكسده، بس الكلام ده ما بيحصلش في التين. ليه؟ التين بطبيعته بيبقى اسمر شويه، لكن لو انا بعمل فراوله او بعمل مانجا او بعمل حاجات من دي او خوخ يفضل ان انا اغطيه علشان اكسده، عمليه الاكسده الهواء بيخلي الحاجه عندي سمراء، لكن في التين يعني عادي الموضوع ممكن يمشي معايا عادي من غير ما اغطيه، هيبقى معايا بالظبط بعد عندي نص ساعه بالشكل ده. اه. حلو الكلام؟ بعد نص ساعه، اه شكله كده. الطبق معايا اهو زي الفل، باخد بعد كده عندي السكر اسف اهو عندي، وابدا احط يا مدام ناني معايا اهو السكر اهو على الكميه بتاعتي اهو. الو كده مدام ناني السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمد. اهلا يا مدام ناني، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله بخير. كل سنه وانت طيب. وانت ايه بس؟ تكون اهلا بيكي. انا والله عمال احاول اتصل بحضرتك بقالي فتره كبيره بس مش عارفه اوصل. يا فندم تشرف ليا، ربنا يخليك يا مدام ناني. ربنا يخليك، ده شرف لينا احنا. الله يخليك يا مدام ناني. يا شيخ محمد حضرتك كنت وعدتنا هتعمل الجبنه الموتزاريلا. هعملها ان شاء الله. يا ريت والنبي تعملها لنا قريب على الهوا. وكمان عايزه حضرتك اسالك على السيليكون ده، لو ما عندناش سيليكون ورق زبده نفرض على ايه؟ ورق زبده. اه
طب معلش المقادير تاني من فضلك. حاضر. معلش انا يا حاضر يا فندم. ميرسي يا شيف ربنا يخليك. حاضر يا فندم انا يا حاضر. ماشي يا فندم اتفضلي. مقادير الارجنتال تاني استاذنك. ماشي زي ما انت شايفين كده عندنا الارجنتال اهوت عباره عن 4 بيض بيض بنديهم رشه ملح صغيره، بعد كده بنديهم عندنا الفانيليا ونديهم السكر على 3 مراحل، نعمل عندنا مارينج. بعد كده بناخد عندنا الربع كيلو اللوز اللي احنا قشرناه ونشفناه شويه وطحناه، وبعدين بعد كده خدناه في مصفى نزلنا منه الناعم قوي، خدناه وادينا له 3 معالق من النشا، قلبناه مع بعض وحطناه وقلبناه على المارنج بالراحه كده علشان ما يهبطش مني، فردناه عندنا في سجاد دخلناه الفرن. دخلناه الفرن على درجه حراره قلنا 180 درجه مئويه، بياخد معايا في حدود من 15 ل 20 دقيقه. طيب يا شيف محمد ممكن انا ادخله الفرن ويلون معايا بسرعه؟ لو درجه حراره الفرن بتاعتك مش مظبوطه او درجه الحراره بتاعتك اعلى من 180 ممكن ياخد معاكي 15 دقيقه 12 دقيقه، بس اهم حاجه خلي حاجه انا لو عايزه كريسبي كريسبي ادخله على درجه حراره 180، عايزه طري شويه ادخله على درجه حراره 200 درجه مئويه يطلع معايا طري ويلون معايا. قلنا بعد عندي ما التين عندي نص ساعه بقى كده وحطيته نص ساعه، بدا عندي كده ابدا احط له عندي ايه ادي السكر بتاعه واسيبه عندي يبدا حوريك القوام بتاعه. اخر حاجه عندي يا جماعه في الموضوع دوت عندي البكتين اهو اهو البكتين وعندي ملح الليمون. قلنا لو البكتين هحطه هجيب جزء من السكر اقلبه مع البكتين كده بالشكل ده، ادي جزء من السكر اهو مع البكتين، لازم احط معاه سكر عشان لما احط معايا ما كلكعش اهو كده، وابدا اقلب ده كده واحطه فين؟ احطه عندي على المربى مع ميه مع نص كوبايه ميه، احطه عندي على المربى. لو ما حطيتش سكر مع البكتين هيكلكع معايا، ادي الميه اهو واقلب كده اهو كده وابدا انزل عليه هيربط معايا. لكن انا في الحقيقه انا عارف كويس جدا ان حضراتكم معظمكم ما عندكوش بكتين، معظمكم ما عندكوش بكتين، فعشان كده هنعمله من غير بكتين. بس اهم حاجه عندي في الاخر خالص عندي ربع معلقه صغيره من ملح الليمون، ربع معلقه صغيره باكد تاني ربع معلقه صغيره مش كتير ارجوكم، ربع معلقه صغيره ملح ليمون بفكها بشويه ميه واحطها في الاخر. ليه؟ ليه بميه؟ عشان ما تسيبش عندي نقط سودا في قلب المربى، ما تسيبش عندي نقط سودا في قلب المربى. يبقى انا عندي كيلو ونص تين اسف بياخد معايا كيلو ونص سكر. السكر بحط عندي جزء منه الجزء الكبير منه جدا مع المربى بعد عندي او مع التين بعد عندي ما يستوي عندي لمده نص ساعه، والجزء اللي هو نص كوبايه بحطهم مع البكتين لو حبيت ان انا اعمل عمليه ربط في الاخر. يبقى بتلاقوا كده في ماده كده جيلاتينيه كده موجوده بكتينيه كده، يعني ماده كده غير الحب نفسه بتاع الفاكهه اللي موجود في قلب المربى، بتلاقي ماده كده، الماده دي عباره عن بكتين ماشي، والبكتين موجود اصلا بطبيعته في معظم الفواكه زي مثلا التفاح فيها بكتين، الكمثرى فيها بكتين، التين كمان فيها بكتين، يعني ممكن يعمل عمليه ربط لوحده من غير ما احط بكتين معاه. بسيبه على النار كده اهو، بس الوقت التاني لازم اقلبه زي ما انتم شايفين كده عشان ما يلسعش مني من تحت. يا مدام فاطمه، مدام فاطمه السلام عليكم. السلام عليكم محمد. مدام فاطمه اهلا بيك يا ست الكل. تسلم ايدك على الحاجات اللي بتعملها. الله يخليك يا ست الكل، الله يخليك. عايزه سنيد بفتيك يا شيخ محمد على الفرن. بفتيك ايه؟ سنيد بفتيك في الفرن. لا اول مره اسمعها في حياتي. لا عايزه اعمل بفتيك. انا سمعت بس اول مره. عايزه اعمل بفتيك في الفرن. عايزه تعمليه بدل ما تقليه في الزيت. يا ريت تقولي المقادير عاملها النهارده. حاضر عينيا. بفتيك بدل ما تقليه تعمليه في الفرن. عينيا حاضر. حاجه ثانيه بنشكرك جدا. زي ما انتم شايفين عندنا كده هناخد عندنا ادي الجاتوه الارجنتال او ادي شرائح الجابونيه اللي عندي، ونبدا نحشيها عندنا بالجناش. الجناش بتاعي زي ما قلنا اللي هو عباره عن نص كيلو من الشوكولاته، بديهم نص كوبايه لبن، يغلي معايا اللبن، اكسر الشوكولاته، احط معاها الجناش، اخد الجناش بتاعي ابدا اشتغل بعد كده. طيب الفرق ما بين الجناش والمروار ايه يا جماعه؟ الفرق بين الجناش والمروار عشان بس دي برده مروار. بص المروار في لمعه اهو زي ما انتم شايفينها كده، في لمعه المروار اهو عندي اهو. الفرق بين الاثنين المروار بياخد عندي زبده، بياخد عندي كريمه، بياخد عندي معلقه عسل كركوز عشان يديني الشني هو اللي هو انتم شايفين اللمعه اللي انتم شايفينها دي شايفين كده. لكن انا مش محتاج احط مروار الا اذا حبيت احط من فوق واديله شكل معين، لكن غير كده مش هينفع. طيب ناخد عندنا الجناش اهو اللي انا عملته، وعندي في برطمانات كده بتتباع موجود فيها يا ندى، موجود فيها شوكولاته كده بالبندق. يا ندى السلام عليكم. واسمها ايه يا ندى؟ يا ندى هو عملها دلوقتي. الو يا ندى السلام عليكم. يا ندى السلام عليكم. انا ندى ازيك؟ ايه شيف؟ اتفضلي يا ندى معاكي. اتفضلي معاكي. الحمد لله. اتفضلي يا ندى سامعك. بس ممكن ندى توطي الصوت شويه؟
وطي شويه التلفزيون. شوف محمد، كنت عايز اسالك عن جاتوه ارجنتال. ما انا لسه بعمله اهو. عايزاه تاني تنزل مقادير؟ الو، تنزل مقادير تاني؟ الو يا ندى، هنزل. اشكرك اشكرك يا ندى، هنزل مقادير تاني ان شاء الله. ماشي، زي ما انتم شايفين كده بنقلب. عندنا ادي عندي الجناش اهو، بقلبه هنا زي ما انتم شايفين كده، مع جزء من هقف كده كده ماشي اهو، زي ما انتم شايفين بقلبه مع بعض كده، مع جزء من الشوكولاته اللي هي فيها بندق اهي معايا اهي، ولو فيها قطع من المكسرات الصغيره مفيش مشكله خالص، زي ما انتم شايفين كده ماشي كده. خلاص كده تمام. بعد كده بنيجي هنا وناخد عندنا ورق الارجنتال كده اهو، وبحرصه بالراحه عندنا كده الجابوني ده بتاعنا. وهنبدا يا مدام فايزه نشتغلوا مع بعض ازاي. مدام فايزه السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. اهلا بيك يا ست. اهلا بيك يا ست كل. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك يا ست كل. اهلا بيك. عايزه اقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. بالنسبه لمربى التين، انا بعملها ما بعملهاش كده زي ما حضرتك بتعملها. اتفضلي يا فندم. انا بحط التين بقشره، وبحط التين طبقه تين وطبقه سكر اخد بال حضرتك، واسيبه في الثلاجه ساعه او ساعتين لغايه ما ينزل ميته. تمام. وبعدين ارفعه على النار. تمام. وقرب ما يجي يستوي بحط له الليمون او ملح الليمون. تمام. وبالنسبه للبلح زي اللي الفل. حضرتك عملته زي الفل. بالنسبه للبلح اللي حضرتك عملته برضك، انا بعمل بلح الثمانيه غير كده خالص. اتفضلي. يعني انا بقشر البلح وبعدين بسلقه، وبسلقه يعني مش سلق قوي، وبعدين بطلع البذر واحط فيه لوده، وبعدين باخد الميه احط فيها السكر، وقرب ما تيجي كده لما تتقل شويه اروح حاطه البلح وهو يستوي بقى فيه لغايه ما يبتدي احط له ليمون، وبعدين اسيبه بقى لما يعني يعقد خالص واشيله يعني احط له قرنفل. بس ادي طريقتين اللي انا حبيت. انت صح وانا صح. ايوه يعني انت صح حضرتك وانا صح 100%. أيوة. في المصانع ما بيعملوش، ما بيحطوش في المصانع. أيوة. السكر على الـ على الـ على التين وبعدين يسيبوه وبعدين، ما بيحصلش الكلام ده في المصانع، بيشتغلوه بالتلاتات. ماشي، بيتحط الاول خالص، حط السكر في الاخر. المفروض السكر ما يغليش معاه كتير عشان السكر ما يتحرقش. المفروض السكر يتحط في الاخر، واول ما بحط السكر على حاجه زي كده تكون ناشفه بتجيب ميه، دي معروفه. ففي المصانع بتقول انت صح 100% وانا برضو صح بنسبه 200%. اشكرك جدا جدا على اتصالك. هنطلع فاصل صغير قد كده ونرجع تاني. شايفين قدام حضراتكم كده عندنا قد التين اهو، بدا عندي القوام بتاعه، نشوفه كده مع بعض. بدا القوام عندي يتقل اهو، وبدا يبقى ان شاء الله احلى تين. بس اهم حاجه نوطي عليه النار بعد كده علشان ما يتحرقش من تحت، اهم حاجه عندي. ماشي اهو تمام كده. ماشي يا مدام عايزه، السلام عليكم. عليكم السلام. مدام عايزه، اهلا بيك يا سكول. اهلا بيك يا سكول. اهلا بيك يا سكول. رجعت تاني المربى عندنا، نبص كده ادي المربى اهي خلاص عندي. يا منى السلام عليكم. ابدا اخد عندي في المربى كده، ادي ملح الليمون. استاذه منى السلام عليكم. استاذه منى عليكم السلام. اهلا بيك يا سكول. اتفضلي. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا سكول. اتفضلي. تسلم ايديك. ربنا يخليك يا سكول. ربنا يخليك. حضرتك انا عايزه اسال على الكيش لورين مقادير وحشوه. علي. وعايزه الكبسه بتاعت اول امبارح اللي بالفراخ، النور اتقطع. تمام. وعايزه نمره حضرتك ضروري، وعايزه ميعاد الاعاده امتى؟ ميعاد الاعاده تقريبا الساعه 5. 5 الصبح؟ والكيش لوران هقول لك عليه، والكبسه هقول لك عليها. حاضر. اشكرك جدا جدا على اتصالك يا ست كل. هنا زي ما انتم شايفين كده عندنا ملح ليمون دوبناه في ميه، انزل فيه كده اهو، هما غلوتين بس يا جماعه وخلاص عندي كده. خلي بال حضراتكم ده القوام بتاعي، ده القوام بتاعي. بعد كده هيتقل معايا لما احطه عند البرطمان حاليا عليه تقل، يعني هو ده القوام بتاع المربى لما احطها على كده البرطمان حاليا تقلت معايا. في ناس بتسيب زي ما حضرتك عملت كده الفراوله، بتسيب الفراوله معاها لغايه تتقل خالص على النار، تحطها تلاقي بقى كتله واحده وسكرت، وده مش صح. المفروض انا عادي بعمل شغل عادي جدا، وبعد كده باخده عندي واحطه البرطمان او اسيبه يهدى شويه، واحطه البرطمان بعد كده بحفظه معايا، يقعد معايا مع ملح ليمون كده، ممكن يقعد معايا 3 4 5 شهور. بس اول ما افتح عندي البرطمان بليز من فضلكم حطوه في الثلاجه. انت احلى ابتسامه بنشوفها في قناه الحياه. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. معانا شباتنا زي الفل، شوف حسن وشوف يسري. ربنا يخليك.